وبمناسبة يوم المعلم العماني اللي صادف 24 فبراير من كل عام، وصلتني على أرقام التواصل 947-397-57 من رسائل التهاني بمناسبة هذا اليوم من الطلاب إلى معلمينهم ومعلماتهم. عندنا هذا الميدان إهداء من الطالب خالد وليد ليوم المعلم، خلونا نسمع هذا الميدان. روحي مباني، روحي مباني بيوت عظام، وبعده زماني ما شيبني، وكل شيء أركم رسولي يكون، وعاين أصحاب يا المعلم كاد المعلم رسولي يكون، وشكرا جزيلا يا المعلم. كنا فرحنا بعيد بعيد، ليلة شاهد فيلم عالي، ليلة شاهد فيلم عالي، بالعلم نوصل بعيد بعيد، نصعد ونرقى في المعالي، والعلم يبني بيوت عظام، والجهل يهدم ما شيبني، والجهل يهدم ما شيبني. صح لسانك يا خالد، وصح من رباك يقول بالعلم نوصل بعيد بعيد. شكرا لك يا خالد. خلنا نسمع أيضا هذه التهنئة. شكرا يا معلمتي، تعلمت منك إن للنجاح قيمة ومعنى. الله يحفظها. نروح أيضا لرسائل تقول أهداء من أبنائي لمعلماتهم، نسمع. السلام عليكم يا أستاذة خديجة، كل عام وأنتم بخير يا أستاذة أمل. دعمتم بخير يا أستاذة أمل، وأحلى معلمة من الدنيا، معك محمد جمعة. الله يحفظهم إن شاء الله، ومبين يعني أجو الربشة عندها وعيالها كلهم موجودين. نسمع إذن هاي التهنئة بعد. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب رتاج بن سيف الشريقي بالصف الثامن ثاني من مدرسة فاطمة بنت الوليد للتعليم الأساسي بولاية السيب، وهني معلمات الغاليات في يوم المعلم، وعلى رأسهن مديرتنا الغالية الأستاذة سميرة البيماني. إلى من تألقت إخلاصا وتضحية، حبا وعطاء، لك جبالا من الشكر على هذا العطاء، شكرا معلمتي. شكرا لك والله يحفظك إن شاء الله. نسمع هذه أيضا هذه الرسالة الصوتية اللي وصلت لنا. أنا الطالبة وفاء بدرجة محمد شنين الفلاحية من مدرسة الجنينة في ولاية بركة، أقدم أجمل تحيات لكل معلمة علمتني حرفا، المعلمات أستاذة غالية، أستاذة سامية، أستاذة نسرين، أستاذة فاطمة، أستاذة فتحية، أستاذة ثرية، أستاذة صفية، أستاذة تهاني، أستاذة بسمة، أستاذة مكية، دكتورة هاجر المعولية، كل عام وأنتم بخير. شكرا يا وفاء على الرسالة هذه، ويعني ما شاء الله كل المعلمات في هذه التهنئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالبة آلاء مقبول الميمني من مدرسة فاطمة بنت الوليد للتعليم الأساسي، كل عام وأنتن نجوم مضيئة في سماء العلم والمعرفة بمناسبة يوم المعلم، أهني جميع المعلمات وأخص بالتهنئة الأستاذة سميرة البيماني مديرة مدرسة فاطمة بنت الوليد، وكل عام وأنتن بألف خير. شكرا يا لا على المشاركة. أيضا نسمع هذه الرسالة. كل عام بخير أنت معلمتي. يا الله، هذه المسيجات اللي توصل من الصبح فعلا فعلا تغير مود الشخص، يعني الحين أحس أريد أكون معلمة. إذا بسمع هذه المسيجات وهذه الرسالة اليوم، عاد اليوم المعلمات والمعلمين هدايا، يعني يلا تلحق ما تلحق عليهم. اسمع بعد. أنا مريم، كل عام وانت أجمل معلمة. أنا ياد، كل عام وانت أجمل معلمة أستاذة مريم. بعد أن رسائل كثيرة وصلت، خلنا نشوف. من الطالبة سارة أحمد الناصري يصف الأول. طالبة سارة أحمد حمود ناصري، أقدم لكم رسالة شكر وحب إلى معلمتي الغالية، إلى من أحمل لها أصداق المشاعر الأحاسيس الرائعة
بداخلي إلى من أكدت لنا أن المعلمة ليست لإعطاء الدرس فقط بل تربية جيل مشرف، وذلك اقتداء بتصرفاتها المشرفة، إهداء إلى معلماتي أستاذات حنان ونور وهناء وروحية ولمياء وأسماء. دمتم لنا بحفظ الله ورعايته. شكرا يا سارة، وحبيت أصدق شكرا لك يا سارة، وشكرا لمن ربات. نروح عندنا الحارث المبسلي يقول: من علمني حرفا صرت له عبدا، تحياتي لكم ولكل معلم عماني، عفوا لكل معلم علمني يوما من الأيام، أحبكم. الحارث المبسلي عندنا رسالة نسمعها. شكرا لمربية الأجيال، شكرا لمن أضاءت قناديل العلم والمعرفة، شكرا لرمز التضحية والعطاء، شكرا معلمتي لك كل الحب والتقدير، كل عام وأنت نجوم مضيئة في سماء العلم والمعرفة. تحيات الريم الحرفية. الله عليك يا الريم، شكرا على مشاركتك في هذا الصباح ويانا. أن أم رفيدة وردينة تقول: إهداء لكل معلمات الغاليات الذين يزرعون عقولا لبناء هذا الوطن، والمعلمات الذين نؤمنهم عفوا فلذات أكبادنا، يربونهم ويعلمونهم علوم الحياة، فشكرا شكرا لكم. شكرا أيضا لك يا أم رفيدة وردينة على مشاركتك، ونسمع المسجات الصوتية اللي رسلتها. والمسلمين تكبر يا فاتح الفتح المبين، أبدأ باسمك يا رحيم، صبياني أكبر الشيم. نسمع أيضا، يعني هذا مدتها 7 دقائق، شكرا على مشاركتك لنا، ولكن نسمع أيضا رسالة صوتية منها. طالبة رجينا البطرانية من صلت بالمالك، من مدرسة صلت بالمالك، كم عام وانت بخير، ويا معلمتي بألف خير، هيو معي معلمتي هيا قفوا انتباه. الله يحفظهم إن شاء الله، يحفظ كل من رسل لنا، يحفظ لكم أبنائكم الطلبة وبناتكم. أكيد اليوم استثنائي جدا بيوم المعلم العماني، لولا المعلمين نحن ما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، ودائما نقول يعني فعلا هذه المهنة يعني مهنة عظيمة جدا، تدريس لما فيها من صبر ومعاني عظيمة. نروح لفاصل ومبعدها إن شاء الله نرجع ونتواصل وياكم في فقرات برنامجنا الصباحي من غبشة. رسائل قاعدة توصل كثيرة جدا من أمس واليوم، واليوم بعد قاعدين يرسلون، إن شاء الله لنا وقفات مختلفة ومتفرقة في البرنامج لرسائلكم اللي قاعدة توصل على أرقام التواصل 9473975. سندباد الأغنية الخليجية، ومن بعدها لنا عودة. هذا البرنامج برعاية أوريدو وحساب المزيون للتوفير من بنك مسقط. من غبشة على شبيبة أفهم. من غبشة مع فاطمة البلوشية. يا هلا فيكم مستمعينا في هذه الساعة الجديدة من عمر برنامجكم الصباحي من غبشة، وهذا اليوم الاستثنائي يوم المعلم العماني، اللي أكيد نستقبل كل تهانيكم على أرقام التواصل 9473975، وللمكالمات 2492400. جوهر اليوم حتى فقراتنا نسيناها من كثر الرسائل حلوة والإهداءات جميلة. نسمع إهداء من طالبة جنى محمد الراسبية، هي صف الخامس مدرسة الوافي. اسمع هذه التهنئة. هنيئا لك أيها المعلم بهذه المنزلة الرفيعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر، لا يصلون على معلمي
الناس الخير. ما شاء الله عليها، الله يحفظها، إلقائها جدا جميل. الطالبة جنى الراسبية شكرا على تواصلك ويانا. أيضا عندنا رسائل وصلتنا، نشوف ما شاء الله، يعني لين نتحمل الرسائل من كثرتها نسمع. بيوم المعلم حبيت أهني معلمات الغاليات تيتشر نجوى إيمان السعدي حنان المشرفي، كل عام أنتم بخير، معكم الطالبة غزل حمد القابري. الله يحفظك يا غزل. تعرفين الأمهات في المقاطع مذكريني بأمي لما كنا نسجل يعني حق خالاتي، تعرفين أيام قبل التواصل ما كان بهالسهولة، فكنا نسجل في كاسيت يعني لين يوصلهم، لأنه المنطقة شوي بعيدة، فأمي كانت تملينا الكلام فينسمع صوتهم. اليوم نفس الشيء الأمهات ينسمع صوتهم. الله يحفظ الجميع. نسمع أيضا. بيوم المعلم حبيت أهني أستاذ عز الحسيني، أستاذ عالي الرواحي، وتيتشر عايشة البكري، كل عام وانتم بألف خير، معكم طالب مهند حمد القابري. الله يوفقك يا مهند. أنا طالب يعني ابن زكريا القاسمي صف ثالث ثاني في مدرسة الليثار للتعليم الأساسي بولاية بلبل. أحب أن أهني جميع المعلمين بيوم المعلم، لخص بالذكر أستاذة فاطمة البلوشي، أستاذة شيخ الحديدي، أستاذة فاطمة المقبالي، أستاذة فاطمة الشافعي، أستاذة وضحى الباري، أستاذة خالصة الرحبي. تحية طبعا لكل المعلمات اللي تنذكر أسماءهم، وتحية لكل من يرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة سباء خلفان يحيى السيابية المقيدة في الصف السابع في مدرسة أم هاني للتعليم الأساسي. حبيت أهني أستاذة نعمة الرحبة وكل أستاذات الغاليات بمناسبة يوم المعلم، وقولان كل عام وانتم بخير معلمات الغاليات. شكرا على هذه الرسالة اللي قاعدة توصل من كل من قاعد يسمعنا ويراسلنا. أكيد لنا وقفات أخرى لرسائل الطلاب والطالبات بهذا اليوم، والتهنئة اللي قاعدة توصل من قلب صادق إلى معلمينهم ومعلماتهم. الحين أنا دوري أشكر، أتوقع دوري وصل. طبعا يعني أشكر أختي وحبيبتي ومعلمتي الأولى أم عبدالله أختي زينب، هي أول معلمة كانت ما زالت في حياتي، علمتني أقرأ وأكتب قبل لا أدخل الصف الأول، يعني جهزتني المدرسة. معلمات الصف الأول ما تعبوا وياي أبد، تخيلي يعني فضلها علي إلى يعني مثل ما يقولون ياخذ الله أمانته. فيعني هي علمتني أقرأ وأكتب وعلمتني أشياء وايد في الحياة بشكل عام، الصبر، التضحية، الحب، كيف تتغير، كيف تكون إنسان أفضل. شكرا أختي أم عبد الله، ويعني الله يحفظ الجميع. نروح لفاصل ومن بعدها إن شاء الله نرجع نتواصل وياكم في برنامجكم الصباحي من غبشة. هذا البرنامج برعاية أوريدو وحساب المزيونة للتوفير من بنك مسقط. من غبشة على شبيبة أفهم. من غبشة مع فاطمة البلوشية. مثل ما نعرف مستمعين أهمية العلم والتعليم في عمان، ولأهمية دور المعلم، دائما 24 من شهر فبراير يصادف يوم المعلم العماني، ونحتفل بمن يبني هذه الأجيال واللي تكمل مسيرة بناء هذا الوطن الغالي. على أرقام التواصل 947-99-975 نستقبل تهانيكم بهذا اليوم الجميل والاستثنائي. وصلتنا بعض التهاني، خلونا نسمعها على أرقام التواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمتي أنا طالبك المتميز خالد بن سلطان العامري من مدرسة السيب العالمية، وهني مديري ومعلمات الغاليات في هذا اليوم الجميل. سأرسل لك عبارتي معلمتي: منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى، منك تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، ومنك آمنا أن لا مستحيل في سبيل الإبداع والرغيب، إذا فرض علينا تكريمك بكاليل الزهور الجورية. أشكر شبيبة أفهم على إتاحة لي الفرصة للتقديم، شكرا لمعلمي.
شكرا لك يا خالد، وفعلا طالب متميز، الله يحفظك وكل التوفيق، وإن شاء الله نشوفك يعني الأشياء الجميلة اللي نفتخر فيها في المستقبل. أشعلت روحك بالآباق مصباحة، ورحت تزرع بالأوطار أرواحة، ورحت توقد بالأبدان مفتخرا عزيمة تغمر الأوكان أصباحة، ورحت تبني منارات العلا جبل توقد الحلم آمالا وأفراحا، حملت هم بناء الجيل متخذا من درب أحمد الأبقاد مفتاحا. وهنئ معلمات الغالية بمناسبة عيد المعلم، كانت معكم الطالبة رغد من مدرسة نصراني العربية. شكرا لك يا رغد، وصح لسانها الشاعرة. نسمع أيضا. وهنئ أبي الغالي أستاذ محمد، وهنئ معلماتي ومناسبة يوم المعلم، وكل عام وأنتم بخير. قول عمارية. اليوم تهاني بتكون في المدرسة والمعلمات، يعني جو صدق مختلف، خاطري أروح أزور مدارس اليوم. نسمع أيضا تعليق. قول المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، أنا اسمي حفص بن محمد العماري، وأني أبي الغالي الأستاذ محمد وجميع المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، وأقول لهم كل عام وأنتم نور يضيء طريقنا. أنا الطالبة كوثر جلال حضرمية، هلت الشباب خاصة صف روضة، عشان عيد المعلم أقول كل عام وأنت بخير على أستاذ مرة الرواعة أستاذ ربيع أستاذ ميادي. شكرا أنا عبك. حبيبتي. والله يعني أنا ما لي خص الموضوع، بس أسمع وأستانس على كيف المعلمات اللي يسمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مصطفى بن هلال سيابي، أبي أهدي أستاذ الطن، وأبي أقول كل عام أنت بخير وأنت أحلى أستاذ في العالم. مبين تعرفين أنها وايد قريبة منهم، يعني لدرجة أن ينادونها فطوم. الغاليات محمد العبودي من رواد البيان. شكرا لك يا محمد على هذه التانية، والله يحفظك يا رب. بمناسبة يوم المعلم أشكر معلمات العزيزات زهرة العبودية صف أول مدرسة سناء البنت. شكرا لك يا زهراء المشاركة. أنا سليم بنت ماجد العربية، أقدم لكم يا معلماتي هدية، كل عام وأنتن بخير، وأنتن لتعليمكم الرائع والممتع، ونحن نحبكن يا معلماتي الرائعات لتعليمكم الطيب والرائع. والله رسائلكم الرائعة والطيبة واللي الصدق يعني جملت صباحنا لليوم في برنامج من غبشة، أكيد متواصلين بهذه الرسائل اللي وردت ووصلتنا على أرقام التواصل 947-39-75. نروح لمادة إعلانية ونبعتها إن شاء الله لنا عودة، وقفات من برنامجنا الصباحي من غبشة واستعراض للرسائل. هذا البرنامج برعاية أوريدو وحساب المزيونة للتوفير من بنك مسقط. من غبشة على شبيبة. من غبشة مع فاطمة البلوشية. أهلا فيكم مستمعينا في هذا اليوم المميز، يوم المعلم العماني، واللي أفردنا ساعتين ونص لتهانيكم للمعلم، وما زلنا طبعا في ما تبقى من عمر برنامجنا نسعد باستقبال تهانيكم. وخلونا نسمع بعض التهاني اللي وصلت على أرقام التواصل. أنا الطالبة نبابة خلفان بنت يحيى السيابية المقيدة بالصف السابع في مدرسة أم مهان للتعليم الأساسي. حبيت أشكر معلمات الغاليات مناسبة يوم المعلم، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير معلمات الغاليات. السلام عليكم،
السلام عليكم، معكم الطالب سعيد من خلفان حسابي. أهني معلمتي الغالية أمل الرواحي، وهني معلماتي كالعامتو وانتو بخير. السلام عليكم، معكم الطالب سليمان من خلفان يحيى سيابي. أحب أهني أستاذتي الغالية أمل الرواحي، أحب أهني أستاذتي باقية. قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، بسان سليمان العميري. إلى من علمني أبجدية الحروف، وجعل من حروفي عقودا لا تداس على الأرض، وقفة إجلال لصانعي الأجيال، لكل من غرس بذرة نحصد ثمارها كل يوم. شكر لكل من له يد في نشر العلم، وأقدم شكر خاص لمعلمات مدرسة ينابيع العلم بسمائل. تحياتي محمد بن هلال الجابري. قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، بسان سليمان العميري. بسان كان لها نصيب مرتين، شغل ثانياته. أنا اسمي أمت عبد العزيز صفرافة التالي، أحبك واجد واجد. انت على ذيان والله. هذه الرسائل اللي يقول لك جبر خاطر. هذه رسائل ولا جبر خاطر؟ الله يحفظهم يا رب. تعلم يا ولا تبالي، فإن العلم سلطان الرجال. معلمات دوحة المعرفة الخاصة، كل عام أنتما بخير. حمود بن نصر بن حمود بن غلفان بن ناصر بن علي السياري. والنعم والنعم، اسمع بعد. لولا المعلم ما استقام لساني، ولما على بين الخلائق شاني. قبس قبس من الأنوار، أن عطاءه يسمو به فيزيد من إيماني. لا تكافيه الأنام جميعها، حتى ولو وزنوه بالتيجاني. يسرني ويسعدني في هذا اليوم المبارك أن أهنئ معلماتي الغاليات، معلمات الصف الثالث مدرسة الغبيرات، وأقول كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتن شموعا مضيئة في حياتنا. جرار بنت نصر بن حمود السيابي. الله يحفظك. نروح ل هذه الصوت ايضا. معلماتي مدرسة الغبيرة، كل عام وانتم بخير. عبد الرحمن بن محمد عبد الله الجابر، الصف اول ثالث من سمائل. من سمائل، الله يحفظك يا محمد. كنا قال محمد عبد الرحمن، عبد الرحمن محمد. عندنا ايضا رساله نصيه تقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ريان محمد الفطيسي من ولايه شناص. اهدي هذه الكلمات الى خالتي المعلمات شمسة وليلى ومنى ومريم وحليمة وهند وشيخة وعليا، واختي العزيزة الشيخ الفطيسي. كل عام وانتم نبض يفيض بالعلم والمنارة. شكرا لك يا ريان على مشاركتك اليوم. والله كثير من الرسائل قاعدة توصل اليوم، يعني حاولنا قد ما نقدر مستمعينا ان في هذه الساعات اللي فردناها لكم في برنامجنا الصباحي ان نروح ونقرأ يعني ونسمع كل الرسائل اللي وردت لنا، وحاولنا والقصور يعني والسموح عفوا على القصور، إن مرت علينا رسالة وسقطت سهوا، وإن شاء الله يعني ما نسينا أحد. نسمع من تعليمية شمال الباطنة رسالة وفاء، أداء المنشد الطالب سلطان بن خالد الجابري.
الإشراف العام دكتور علي بن ناصر الحراسي المدير العام، طبعا بمناسبة يوم المعلم. نسمعها وبعدها نرجع لكم في برنامجكم الصباحي من غبشة. من غبشة مع فاطمة البلوشية. صباح الخير، أنا موزة سالم، أحب أهني في يوم المعلم أستاذات الغاليات، أستاذة رقية، أستاذة عليا، وأحب أهني أستاذتي أصيلة، أستاذة صفية، وأستاذة فوزية، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. حبيبتي والله مبين يعني كمية النوم، بس مع ذلك تهني معلماتها. نروح نسمع الفويس الثاني. أنا الطالبة الميار بن سالم بن علي الحضرمية من ولاية سمائل، حبيت أن أشارك في الإذاعة يهني معلمات الفاضلات، كل عام وأنتن شموع تضيء الكون، وأخص بالتهنئة مدرسات الصف الرابع ثالث لمدرسة سيجاع للتعليم الأساسي، ولهن جزيل الشكر والتقدير. شكرا يا ميار الحضرمية، وإن شاء الله يعني يكون يوم كله نشاط عليكم وتسوون يعني وايد أشياء حلوة اليوم في المدرسة. خلنا نسمع هذه الرسالة بعد. شكرا لمربية الأجيال، شكرا لمن أضاءت قناديل العلم والمعرفة في قلبي، شكرا لرمز التضحية والعطاء، شكرا معلمتي لك كل الحب والتقدير، الطالب الحسن بن علي الصالحي مدرسة النساء السويق الصف رابع رابع. الحسن الصالحي يعني صباح الخير عليك، دائما حلوة مثل هذه الرسائل. تعرفين وايد من ربيعاتي في منهم معلمات، واختي معلمة ايضا ومعلمتي الاولى هي، فيقولون تعب هذا اللي تحسين فيه لما يجي الطالب مثلا يقول استاذة او الطالب اشتقلك من زمان ما شفناكم، انتوا يقولون كل شيء هون، هذا التعب كله تنسينه عادي، وتقولين يعني لو اني تعبانة بس بعد بقعد اقدم رسالتي، هي يعني اعظم رسالة، رسالة المعلم. عندنا أخونا زاهر في هذا اليوم يهدي أستاذة شيرين وأستاذة سامية أستاذة فاطمة بمناسبة يوم المعلم، شكرا لك يا زاهر. عندنا أيضا التعليقات على اللايف اللي موجودة في اليوتيوب. عندنا حمد الجساس يقول اليوم يوم المعلم يستاهلون كل خير ونبارك لهم بهذا اليوم، وفي تعليقات أيضا غيرها عندنا من أخونا من نمر ومن الغافري أيضا في تعليقات يعني بهذا اليوم أيضا على صفحتنا في اليوتيوب @شبيبة FM، اللي من كل أنحاء السلطنة من الولايات المختلفة يقدرون يشوفون صوت وصورة على هذه الصفحة @شبيبة FM في اليوتيوب، أو حتى على البرسكوب اللي موجود لكم مستمعينا في صفحتنا على الشبيبة بنفس اليوزر @شبيبة FM. وصباح حلو وصباح استثنائي ومختلف اليوم، يوم المعلم العماني. أفردنا هذه الساعتين ونص لتهانيكم مستمعينا، أكيد يعني لنا وقفات مع التهاني اللي قاعدة توصل لنا على أرقام التواصل 9479995 للواتساب، 24940 للمكالمات، واللي حاب يتصل يهني معلمينه ومعلماته لايف صوت وصورة أكيد حاضرين لكم والاتصالاتكم. وكل من يسمعنا على 97.5 و98.5 درب السلامة للي طلع ورايح صوب دوامة أو أي مقصد آخر، واللي وصل إن شاء الله يعني مستمتعين بمتابعة برنامجنا الصباحي وإن ما كنتوا أيضا على radio.shabiba.com. نتمنى اليوم أن قدر كبير من المعلمين والمعلمات يسمعونا ويستمتعون يعني بالتهاني اللي قاعدة توصل إن شاء الله. يعني تخيلي مثلا معلم مش أو معلمة مشغلين الإذاعة ويسمعون أحد طلابهم يهنيهم، أحس يعني شعور ولا بمليون ريال، لا يعني يمكن أقل. إذن مستمعينا مكملين وياكم هذه الساعة، وتقدرون تستمتعون ببيانات توصل إلى 750 جيجا بايت، يعني بالإضافة إلى مودم مجاني وما له داعي تنتظرون. ميزة التركيب والتشغيل موجودة وتمكنكم لا تستمتعون بالإنترنت.
وتقدرون تحولون البيانات اللي ما استخدمتوها في هذا الشهر إلى الشهر اللي عقبه عشان تستمتعون بهذا العرض. تفضلوا بزيارة أقلب. أوكي أقلب الحين لو يسمعون المعلومات بيقولون وين اللي نعلمها 12 سنة. أقرب صارت بيانات اليوم. عبد الله الرواشد هذه الأغنية مس الكون، من بعدها نرجع لكم في برنامجنا الصباحي من غبشة. رسالة اللي قاعدة توصل كثيرة، أكيد كل رسالة راح يكون يعني نشغلها ونستعرض كل الرسائلات اللي قاعدة توصل لنا. نروح لهذا الفاصل ومن بعدها لنا عودة عشان تحلى الأجواء اليوم أكثر وأكثر في برنامجنا الصباحي من غبشة. نروح نسمع بعض التهاني اللي وصلت لنا من الصبح وفي منها من أمس على رقم التواصل 9473975 اللي قدر وحاب يتواصل ويانا على الواتساب. نسمع بعض التهاني اللي وصلت اليوم المعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالبة الزهراء سعود راشد مسلم الوردي، طالبة في مدرسة فاطمة بنت الوليد في مسقط في الخوض. أريد أن أهني مديرتي الفاضلة معلماتي العزيزات، كل عام وهن بخير. أنا حبيت الشرح التفصيلي بالضبط. الله يحفظها إن شاء الله. سعود مرحبا بنت خميس الهادي من صف خامس رابع من مدرسة فاطمة بنت الوليد، أحب أن أهني معلماتي بيوم المعلم، أستاذة كاملة وأستاذة نادية وتيشر سعاد أستاذة أميرة ومديرة الفاضلة أستاذة سميرة، شكرا لجهودك المبذولة. حياتي الله يحفظها. نسمع إذن تيشر سعاد، شكلها مات الإنجليزي تيشر سعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي ميساء مال الله البلوشية صف الخامس الثالث من مدرسة فاطمة بنت وليد. أقدم هذه الكلمات البسيطة لمعلماتي، شكرا لمربية الأجيال، شكرا لمن أضاءت قناديل العلم والمعرفة في قلبي، وشكرا لرمز التضحية والعطاء، شكرا معلمتي لك كل حب، لك كل حب والتقدير. شكرا على المشاركة. ونسمع الفويس اللي وصلنا، الفويس الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالبة رحمة بنت يونس محمد البلوشية من مدرسة فاطمة بنت الوليد. أحب أهني معلماتي الفاضلات بمناسبة عيد المعلم، لكم أجمل التهاني وأطيب الأماني، تقدير لعطائكن المخلص وعرفان بفضلكن، وكل عام جميع المعلمات بألف خير. تهنئة خاصة لمديرة الفاضلة أستاذة سميرة البيمانية. شكرا سميع على المشاركة. الكل تاني سؤال تقال في الإذاعة. صباح الخير، هذا استفسار أن هل كل تاني راح تنقال في الإذاعة؟ إن شاء الله يعني راح نخصص نحن أكبر قدر من المشاركات، نحاول أن إن شاء الله حتى نخلي فقط فقرات للمشاركة اللي شاركوا على أرقام التواصل، لأن رسائل كثيرة ومقدرة جدا هذه رسائل اليوم المعلم. نروح مستمعينا لفاصل ومن بعدها إن شاء الله نرجع نتواصل وياكم في برنامجكم الصباحي من غبشة.